الله الرحمن الرحيم. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا مستمرة، ولكن وصلنا إلى شوط الختام في هذه الفترة المسائية المتميزة التي حملت لنا أيضا التنافس الكبير والندية في هذا المساء المميز الذي يحمل لنا أيضا هذه الرموز ويحمل الجوائز العينية القيمة. مشاهدينا الكرام، تنوير الأخوة الفائزين برموز هذا المساء، تواجد بعد نهاية هذا الشوط هناك عند مقر التتويج. إذا مشاهدينا الكرام، نسير مع هذا الشوط، نسير مع هذه الأسماء المشاركة والمنطلقة في هذا الانطلاق والمسار المتميز مباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. من تاتينا كتارة لحمد بن محمد بن علي بن محمد الجرحب، من يقدم لنا شعاره المتميز والجميل، بينما أتابع المركز الثاني. الوصول مشاهدينا الكرام من طرف فهيد بن سعيد بن علي المري، من يقدم لنا أيضا شعاره المتميز والجميل مع ثاني تحديات. المركز الثالث، أرى الوصول القدوم مشاهدينا الكرام من قبل شدايد بخيت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، من يقدم لنا شدايد مع المركز الثالث والمركز الرابع. أتابع الوصول والقدوم مع المركز الرابع في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هناك من تتقدم في هذه اللحظات وفي هذا المسار الرائع والجميل، هناك تتقدم أيضا، يتقدم شعار الزعبي مقدما لنا شعاره المتميز والجميل مع انطلاقة أيضا الشايبة محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، بينما أتابع المركز الخامس وصول وقدوم من الضبي سالم بن جابر بن محسن الجربوعي، يصل شعار بن جبران مقدما لنا تحديات أيضا مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمسة الأسماء الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول مع طرف هيد بن سعيد بن علي المري، من يقدم لنا شعاره أيضا بن كاظم وأيضا سالم بن فهيد بن كاظم، من يتابع هذا الشعار، هذا الشعار الجميل الشطرنجي ممثلا لأبناء ميدان أيضا الشهيد هنا في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام أهالي ميدان الشهيد، يطالبونك بسلام يا ابو فهيد في هذا المسار المتميز والجميل، بينما اتابع المركز الثاني الضبي سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري، والمركز الثالث وصول وقدوم ايضا من كتارة حمد بن محمد بن علي بن محمد الجرحب، من تصل مع المركز الثالث. المركز الرابع، أتابع الوصول والقدوم من قبل شدايد بخيت بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، من يصل أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس، وصولنا يصل شعار البخيت مقدما لنا تحدياته المثيرة مع انطلاقة مغيرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، يصل في هذا المسار أيضا في هذا الانطلاق الرائع هو الجميل، لكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول مع الصدارة. يا سلام، ترف مع البداية، ترف مع المركز الأول فهيد بن سعيد بن علي المري، شعار بن كاظم من يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة مع البداية، بينما المركز الثاني أتابع الضبي سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري، يصل بن جبران ويصل البخيت والشنجة القادم وبن جرحة في هذا المسار. الله، يا سلام، أتابع الصدارة اللي غيرت موازين الشوط في هذا المسار، تابع هذا الأداء المتميز، الضبي الضبي سالم بن جابر بن محسن بن جبران يغير نحو الصدارة، يغير نحو المركز الأول والشنجة القادم مع انطلاقة شدايد وأيضا المركز الثالث، وتابع البخيت قادم بتحدياته مع مغيرة سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، لكن شوف الوصول، شوف اللي تدخلت في هذا المسار، وصلت سراجيف، أول لدى سراجيف هنا حمد بن حسام بن راشد بن عبد الله الزعبي، يصل مقدما شعاره، يصل مقدما لنا هذا الاداء المتميز والجميل قادمه من الصفوف الخلفيه، لكن ارصد الوصول ايضا اسم جديد يصل في هذا المسار، ووصلت مذيار صالح بن راشد بن صالح الدعبا يصل في هذا المسار، وايضا شعار المغامر يصل مع انطلاقه نباه سعيد بن بطي بن محمد، يصل ايضا الزعبي، لكن البدايه. الله، يا سلام، سراجيف سراجيف مع
شوط الختام، والسيارة النيسان بترول. مشكور يا أبو راشد سعيد بن راشد الزعبي على هذا الأداء، سلام على هذا الأداء المميز، سلام سراجيف سلام على هذا الأداء، وسعد الله مساك على هذا الفوز وهذا الانتصار. ثانينا والناموس المركز الثاني، وصلت مشاهدينا الكرام مذيار لصالح بن راشد بن صالح الدعب المري المركز الثالث، وصلت مع المركز الثالث نبال سعيد بن بطيب محمد آل حسن المري المركز الرابع، وصلت مع المركز الرابع الشايب محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، والمركز الخامس كان الوصول القدوم من مغيرة لسالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن الزعبي كان حاضرا مع الموعد ليختطف شوط الختام والسياره النيسان بترول ستيشن. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. سراجيف كانت حاضره مع الموعد مع شوط الختام، مفاجاتنا في الكيلو متر الاخير. تهانينا والناموس، 5 دقائق 55 ثانيه، 6 اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لحمد بن حزام بن راشد بن عبد الله الزعبي، والتهاني الى سعيد بن راشد الزعبي من قدمها لنا في هذا المساء. المركز الثاني وصلت مذيار وتوقيت الزمني 5 دقائق 57 ثانية، 6 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن راشد بن صالح الدعبة النابت المركز الثالث، وصلت مشاهدينا الكرام نباه ايضا توقيت الزمني 5 دقائق 59 ثانية، 2 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الى المغامر سعيد بن بطيء بن محمد الحسنة المري على هذا الفوز وهذا الانتصار.